نظمت لجنة صناع السلام بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية ندوة تحت عنوان المواطنة وذلك بالكاتدرائية المرقصية بالعباسية وبمشاركة مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والمجلس القومي للمرأة تطرق الحضور لمناقشة العديد من المحاور على رأسها دور الدولة المحورية في مناهضة الإرهاب وفي نشر ثقافة المساواة والعدالة والمواطنة والمبادرات الرئاسية والحوار الوطني الذي دعت إليه القيادة السياسية بجانب الحديث عن عدد من القضايا المهمة التي تلعب دوراً محورياً في غرس قيم المواطنة ومنها: التعليم والثقافة